سعيدة. الفساد نجم الساحة اللبنانية، من يحاربه حقا ومن يتلطى خلف حصانة طائفية أو سياسية؟ وهل سنصل إلى النتيجة؟ أسئلة نعرض لها بعد لحظات، إضافة لحقائق وملفات تطرح للمرة الأولى بالمباشر. مساء الخير مجددا سلم زهران، مساء الخير يلي بشوفك معجوب بالملفات من قبل الحلقه، يمكن بينت على السوشيال ميديا بالصوره اللي حطيناها لهلا، بيعرف انه الحلقه الجايه من هلا ل 11:30 حلقه دسمه على كل الصعد وكل الملفات يلي رح نتطرق لها، واولها الملف المالي والفساد ومؤتمر الرئيس فؤاد السنيوره وقبله مؤتمر نائب حسن فضل الله. ومن وحي هذا الموضوع رح نبلش بسؤالنا لليوم طرحناه على التويتر وعلى الفيسبوك، من اقنعكم اكثر بكلامه في موضوع الفساد، الرئيس فؤاد السنيوره او النائب حسن فضل الله؟ لهلا على التويتر النتيجه هي 22% فؤاد السنيوره، 78% حسن فضل الله، اما على الفيسبوك فالنتيجه 9% فؤاد السنيوره، 91% حسن فضل الله. المصوتين بين الفيسبوك وتويتر تعدوا لهلا ال 13,000، واكيد التصويت مكمل لحد الساعه 11. انا على فؤاد السنيوره. انا بقول اذا فؤاد السنيوره بحكم ضميره وبده يصوت بيحط حسن فضل الله. لهالدرجه؟ بعتقد 8% انا من اصل 13,000 اللي صوتوا، 9% 9% 10%. فؤاد السنيورة في اختبار كنا ندرسه بعلم النفس التربوي، انه انا بحط لك صوره وبقول لك الصوره بمين بتذكرك، يعني مزبوط. بحط لك بوب كورن بتقول لي سينما، صح؟ لما هن ما لهم علاقه ببعضهم، بس بيربطوا لا شعوريا ببعض. هلا بقول لك السنيورة دغري بيرجع بالك فساد، هدر، سرقه، وانت وماشي. هذا الانطباع راسخ عند الناس. الرئيس فؤاد السنيورة اجته فرصه، مفترض يعتبرها فرصه من السماء، انه يروح على القضاء يثبت لكل الناس انه هي الصوره اللي انتم مخدينها عن فؤاد هي صوره منا مزبوطه. لكن للاسف راح فؤاد السنيوره بنى جدار، هذا الجدار مذهبي سياسي واقل شيء في المالي، يعني بيراقب مؤتمر الرئيس السنيوره بالموضوع المالي والارقام. اثنين، انت حطيت تابلو قلت دفعنا سلف هالقد، طيب مين بيقول انه هالقد؟ نعم دفعنا هالقد، طيب مين بيقول انه هالقد؟ انت حطيت تابلو بدون مستندات تثبت هذا التابلو. هلا انا في احط لك ميزانيه على اللوح وخرطش لك قد ما بدي. فؤاد السنيوره عنده فرصه يروح على القضاء يثبت لكل الناس انه الصوره عنه كمرتشي كحرامي كهادر كا منا صحيحه. اثنين، صدقا نعم حزب الله لم يقصد في اخباري فؤاد السنيوره حصرا، هو قدم ملف القضاء في حق فؤاد او غير فؤاد، لكن هو على السريع يكاد المريب أن يقول خذوني، رفع إيده وقال هو المعنى، خطاب مذهبي وطائفي. اثنين، خطاب سياسي نقل الموضوع على الاشتباك السياسي. لمين قال أنه علاقة الرئيس سعد الحريري بحزب الله متوترة أو مشتبكين؟ بالعكس، اليوم حزب الله والرئيس الحريري منسجمين من قبل تشكيل الحكومة لتشكيل الحكومة للعمل الحكومي. بس اللي بيشوف تلفزيون المستقبل اللي بيشوف بعض التصريحات بيقول لا ما كتير، كأنه تلفزيون المستقبل وقت اللي بيهجم بمواضيع إلى علاقة بالإبراء المستحيل مثل الليلة، نعم، بيكون كمان عم بثبت التهمة أنه فؤاد مش لوحده عم بيسرق، كان إذا كان عم بيسرق. نعم تلفزيون المستقبل هو ذاته الرئيس سعد الحريري بمجلس النواب كان عم بتحفنا وعم بتحف اللبنانية ويقول يا جماعة الأحزاب ارفعوا الغطاء عن كل الناس وخلي القضاء هو الحكم. نعم طيب ما حزب الله ما عمل مجموعة مسلحة تروح تخطف فؤاد السنيورة؟ لا، حزب الله ما قبل يسميه حتى، قال أنا رايح على القضاء بهذا الملف وخلي القضاء هو يلي يحقق. فؤاد السنيورة على السريع سيس الموضوع، مذهب الموضوع وهرب بالموضوع للسفير السعودي وبقية السفر الخليجيين. وهي مش أول مرة، أنا رح أخبرك شيء عني، أنا من أكثر من سنة طلعت على الهواء قلت أنه فؤاد السنيورة من اللي حرضوا عند الأمريكيين على حزب الله لوضعه على لائحة العقوبات. نعم في مؤتمر فؤاد السنيورة مبارح اللي ربط فيه حزب الله بالفساد والهدر والتهرب الجمركي، تخلق هذا مش تحريض على حزب الله؟ يعني في أوضح من هيك تهمة؟ بلغنا دعوة، بتعرف المطبوعات الحمد لله بتوصلك بعد سنة الدعوة، هلأ وسط الدعوة. نعم. بتعرف شو حاطط بالدعوة؟
شو حاطط بنص الدعوه انه هذا الهجوم السياسي ما في يقول مذهبي لانه مسابين انا وياه من نفس المذهب. هذا الهجوم السياسي يذكرنا باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحقانه. قال مدعي علي هذا بالدعوه؟ هذا التصريح له علاقه بالاغتيال. معقول؟ طيب يعني انت برايك في قاضي بده يحكم له بكره لفؤاد؟ انت عم بتقول له انت عم بتحرض على حزب الله عند الامريكيين بالعقوبات. برد عليك بيقول لك هذه محاوله لاغتيالي وبتذكرني باغتيال الشهيد رفيق الحريري. يا 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 يا, يا. هلا اجابه انه راح على القضاء ورفع دعوه. اجابه يعني انه راح على القضاء. بس هونيك ما بيروح. يعني اذا بتسب له بيروح بيقول لك لا الي على القضاء. اذا بتقول لواحد انت بشع بيرفع عليك دعوه قدح وذام. اذا بتقول له انت حرامي بيقول لك هيدا اتهام سياسي. طيب معين المرعي بيطلعنا معك قلنا له اخبار انت ومرتك عملتوا جمعيه واستفدتوا من اموال النازحين. استرجى راح على القضاء شيء؟ لا لا. هلا قل له انت مثلا اي تهمه سياسيه. نعم. انت داعشي بيروح بيرفع عليك دعوه لانه هديك بيعرف انها مضبوطه ومثبته. هديك يروح اذا فيك تثبتها ثبتها. غريب امر الناس يلي اذا بتوصفهم بالحرامه ما بيروحوا على القضاء، واذا بتشتمهم بالشتيمه الشخصيه بيروح بيركض على القضاء بالقدح والذم. صار لازم يتعودوا المحاكم عنا يخففوا قدح وذم ويروحوا على دعاوى اللي علاقة بالفساد وبالمالية. نعم. وأنا في خبرك عن كل اللي رفعت عنهم إخبارات مالية كلهم راحوا لوين؟ على القدح والذم والتشهير. يا حبيبي أنا عم بقول عنك حرامي. نعم. إذا بيتثبت أنك حرامي حرام. بطل في الملفات يلي كنت فتحهم قبل. بس وفي سابقة في سابقة شهاب أرسوميان كتبت عنه صحيفة النهار أنه متورط ومختلس. نعم. وراح رفع دعوة عن قدح وذم عند المطبوعات. وقت اللي تحاكم شهاب برسوميان بتهمة الفساد سقطت الدعوة. صح. ليه؟ لأنه أنت اطلع حرامي. الوحدهم بس ينقال عنه حرامي أو من راح بإخبار قضائي بده بالأول يثبت أنه مش حرامي وبعدين يتحفنا بدعاوى القدح والذم والتشهير والإفتراء. نعم. طب اليوم سنيورا أدلى بدلو. نعم. اللي قبله نائب حسن فضل الله حكي اللي عنده من دون ما يسمي للسنيورا ولا تيار المستقبل. البعض بيقول أنه بيّنت اليوم روس الخيط للمرحلة المقبلة تيار المستقبل بده يفتح ملفات لحزب الله. نقطة. من التهريب على حدود. برافو. من الجمارك. برافو. من يتهم حزب الله بأنه دويلي خارج الدولة. صح؟ نعم. صحيح. ويتهم نفسه زورا تيار مستقبل بأنه تيار العبور إلى الدولة. حزب الله يتهم ويرسل نائبا إلى المدعي العام المالي يقدم إخبارا قضائيا. تيار مستقبل بفلت كل أبواقه، شيء بالصحف وشيء على الشاشات وشيء بالسياسي وشيء على الطرقات، وهلا معلمين شغل جديد كل ما تحكي عنه بنزل بيحرقوا طرقات بولعوا دوليب. نعم. يقطعوا طرقات بولعوا دوليب. مين دخلك بيكون عبور على الدوله ومين بيكون دويلي داخل الدوله؟ انه حزب الله بعد فرقه الرضوان تعتقلوا لفؤاد السنيورة راح على القضاء. طب في شيء نموذجي اكثر من هيك؟ نعم. في واحد قوي قوي عم بيروح على القضاء، وفي واحد كل الوقت عم بلت ويعجن يشرف تيار المستقبل يقدم اخبار على اي شخص نائب او وزير بحزب الله وصحتين على قلبه اذا معه حق. لا في معادله غريبه عجيبه. نحن طيب عشنا اليوم غريبه هيدا الشغله. يعني اليوم اللي عم بتقوله انه نعم. في تيار المستقبل يفتح ملفات ويروح على القضاء، بس بالمقابل اليوم ما فينا كمان نحمل كل المسؤوليه للرئيس فؤاد السنيورة او لتيار المستقبل. كان في شركاء بالحكم معه موجودين، ان كان بال2006 ان كان من 93 لل2003 وان كان غيره. الاخ حسن فضل الله باخبار اللي قدمه قدم مستندات عن مرحله عن فقره معينه. نعم. وزارة المالية اشتغلت تقرير له علاقة بكل المرحلة بعد شوي بنحكي عنه. بكرة بهي التقرير تقرير المغيب فينا نقول. لا منه مغيب. هلا امبارح القاضي علي إبراهيم. هلا اليوم بيظهر إن شاء الله. هلا منخبرك عن التقرير. معك تقرير؟ مستعجل على رزقتك. أولاً القاضي علي إبراهيم اللي عم بحقق فيه بموضوع الإخبار من النائب حسن فضل الله هو غير تقرير وزير المالية. نعم. هي واحد. ثانياً القاضي علي إبراهيم بكرة على بكرة التنين رح يبلش يستمع لموظفين بوزارة المالية فيما خص هذا الأخبار. نعم. أما موضوع التقرير يا أستاذ رواد سجل عندك. يلا بلشنا. بالشكل وأبعب من الشكل وبالمضمون. مش صحيح. معك كامل التقرير؟ مش صحيح أنه اليو أن دي بي هن اللي عملوا التقرير. وهيدا ظلم بحق
50 موظف من وزارة المالية توزعوا على 9 فرق أعدوا هذا التقرير. نعم. رح نرجع نعيد، التقرير المالي الذي سوف يرفعه وزير المالية علي حسن خليل إلى ديوان المحاسبة ثم إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس النواب لم يقم به أي هيئة دولية، وتحديدا UNDP. قام في 50 موظف لبناني بوزارة المالية مقسمين على 9 فرق. التقرير المالي أكثر من 300 صفحة بشوي، وهو خلاصة لمليون مستند. يعني قريوا هول 50 شخص على 4 سنين، مليون مستند، عملوا منهم خلاصة 300 صفحة وشوي. يعني نعم. بكرة النواب والوزراء وديوان المحاسبة، لا ديوان المحاسبة رح ياخد كل الملفات، مش رح كل نائب يعطوه مليون ورقة، لا حيعطوه 300 ورقة 300. وشوي. أبعد من الشكل، شو عم بيقول التقرير؟ إنه سنة 1993 نحن قلنا خي صفرنا حساباتنا، ومن هلأ وبالرايح بلش حسابات. واحد، هذا التصفير الحساب لم يكن فيه أي مسوغ قانوني، يعني ما طلع أي قانون يصفر هيدي الحسابات. اثنان، هيدا التصفير ترك أثار سلبية لاحقة. ليش؟ لأنه أنت عندك سلف دائنة، عندك قروض، عندك ودائع بالمصارف. صحيح. يعني إحنا 93 نفضنا، طب ما كان عندنا، كان عندنا فلوس بالمصرف، كان عندنا سلف، كان عندنا ودائع، شو بنعمل فيها؟ نعم. هيدا التصفير إذا هو أول جريمة مالية ارتكبها لبنان بعد اتفاق الطائف. نعم. واحد. اثنين، مظبوط هيدا التقرير شو عم بيقول؟ في حسابات متداخلة، يعني هيدا الحساب بين في رقم هو ذاته، الرقم بين بحساب تاني. ثلاثة، أيها اللبنانيون، هناك وثائق متلوفة محطوطة بجرادين ماكلتها، جزء منها مبين أثر وجزء منها مش مبين أثر، ورح يكتب هيك التقرير. على فكرة يمكن هيدي مرة الرئيس لحود حكى عنا إنه لما أجت حكومة الرئيس الحص ب 98، وهلا رح نحكي عن، نعم، عن الرئيس لحود. أربعة، اكتتابات يدوية، يعني أنت إذا بتكتب هلا بتجي بعد شهرين بتطلع حالك شو كتبت، بتلاقي هالحبر داب، سال، اختفى، تغير، صح؟ نعم. تخيل نحن بالتسعينات كنا نعمل ماليتنا كتاب يدوي. قلت حضرتك الرئيس لحود، الرئيس لحود شو حكي؟ حكي عن الهبات فقط. نعم. في الفيديو الأول من ضمن السلسلة. أولا، على الرئيس علي إبراهيم الذي نحب ونحترم ونقدر، والذي قال إن مؤتمر فؤاد السنيورة هو بمثابة أيضا إخبار، وطلب تفريغ المؤتمر لضمه للتحقيق. نحن نقول عبر الOTV على المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم تفريغ مقابلة الرئيس إميل لحود وضمه إلى محضر التحقيق زي فؤاد السنيورة. أبدا مش عم نقول لا أكثر ولا أقل، بالرغم لا يستوي لحوب مع السنيورة حاشا وكلا. نعم. بموضوع الهبات شو عم بيقول التقرير؟ ورح أقراهن أنا مش مغلط فيه. نعم. عم بيقول واحد، ما في آلية واضحة لتسجيل الهبات. مرة مخدين هبة مسجلينا بقيد الواردات، ومرة مخدين هبة يا أستاذ رواد مسجلينا بقيد الهبات. أي تواريخ؟ ومرة من 93 إلى 2015. نعم. ومرة مخدين هبة حطينا بالأمانات، مرة حطينا الأموال بحساب خزينة، حساب الخزينة بمصرف لبنان، ومرة حطينا بحسابات خاصة. تخيل هالخمسين إنسان بوزارة المالية، هؤلاء المجاهدين بكل معنى الكلمة مجاهدين، لأنه اللي بيشتغل هيدا الجهد 4 سنين هو مجاهد، اضطروا يروحوا يلاحوا عشرات الحسابات بالمصارف، بينما لازم يكون في حساب واحد. صح. في الهبات. في الخلاصة، 8% فقط من الهبات التي جاءت إلى لبنان من العام 97 للعام 2010 مسجلة. 8% بس؟ أيها اللبنانيون، عبر الOTV وأنا أنقل عن تقرير وزارة المالية الذي سوف يرسل إلى ديوان المحاسبة ومن بعدها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، 8% فقط من الهبات من العام 97 للعام 2010 مسجلة في حساب واحد، وللعلمك في أكثر من مليارين دولار أخذهم لبنان ما فيهم رسيم. نعم، واللي قاله فخامة الرئيس العماد إميل لحود دقيق، وراح يكتشفوا اللبنانيين انه في شيء بعض اخطر. دولة متلوفة وراءها مستنداتها، دولة حاطة 5 6 7 8 9 10 حسابات هون شوي وهون شوي وهون شوي، هبة مرة بصندوق الخزينة ومرة مدري وين ومرة بقيد الهبات ومرة بقيد الوردات، وبس 8% فيهم مرسيم ومبينين وينهم.
في مليارين دولار هبات مش مبينين. صفرنا حساباتنا ب 93 وكان معنا فلوس، وين الفلوس؟ في حدا يجاوبنا؟ طيب بس هو مسؤولية معه حق فؤاد السنيورة؟ برافو، معه حق فؤاد السنيورة. أنا شو قلت بكرة مدعي العام المالي لمين بده يستمع؟ لا موظفة من بعده لازم يستمع لألا بفاني، ألا بفاني لازم ينزل على التحقيق. حكي قال فؤاد السنيورة معه حق، معه حق، أنا بقول لك معه حق. نعم لازم يستمعوا لكل الناس المعنيين، يمكن نضطر بكرة نستمع أيضا لإفادة المصرف المركزي صح؟ لكل الناس، بس فؤاد بده يجي على الدبكة، ما في ما يجي، ما هو كان عم يدبك على الأول بوزارة المالية، اللي حده على الثاني وعلى الثالث وعلى الرابع معه، بس هو على راس الدبكة لاقط، كل الناس بدهم يستمع لهم، إذا نحن بنحترم حالنا. هلا في سؤال أنا ما عندي جواب عليه، وهو الرئيس علي إبراهيم فتح إخبار النائب حسن فضل الله. بكرة الحاج علي حسن خليل رح يرسل لديوان المحاسبة، هذا التقرير بحاجة أيضا لتدقيق آخر في ديوان المحاسبة ليثبته، من بعد ما يثبته بيروح مجلس وزراء مجلس نواب. السؤال هو على الشكل التالي، إذا كان هناك ملف عند ديوان المحاسبة اللي هو هيئة قضائية، هل يجوز لهيئة قضائية أخرى اللي هي النيابة العامة المالية أن تحقق؟ أنا مش دستوري هذا السؤال، هذا ما أشوفه دستوريا وقانونيا برسم الدستوري، أنا ما عندي جواب ولا بدعي عندي جواب. بيوقف التحقيق هون ولا بيمشوا مع بعضهم أو جهة واحدة بتصير مخولة، أو جهة واحدة بتصير مخولة؟ بس أنا أقول لك من شو خايفين، من شو؟ أربع سنين عم نحقق بوزارة المالية ومش عم نحقق، أربع سنين عم ندقق، أنا خايفين نقعد بمجلس ديوان المحاسبة أربع سنين، وبمجلس الوزراء أربع سنين، بمجلس النواب أربع سنين، وبصير فينا مثل قصة جحا والحمار والملك، بتعرفها؟ صحيح. هيدا جحا حكموا عليه بالإعدام، قالوا للملك دخيلك عفيني، قال له ما في، قال له عفيني، قال له فيها الحمار، إذا بتعلموا يقرأ ويكتب بعفيك، قال له أربع سنين بخليه يقرأ ويكتب ثلاث لغات. تمام. جرها الحمار ومشي، قالت له مرتك يا عم حمار بيقرأ وبيكتب، قال له أربع سنين، يا بموت أنا، يا بموت الحمار، يا بموت الملك، أنا هتلان الهم، يروحوا هالملفات على ديوان المحاسبة وعلى النيابة العامة المالية مسارهم، وروح وعيش 12 13 14 سنة، بيكون فؤاد السنيورة الله يطول بعمرك وعمره كمان، نحن ما بنحب الأذى للناس، بنكون خلصنا، وبيكونوا ماتوا كل اللي سرقوا هالمصريات، وبطل فيك تحاسب أولادهم اللي عايشين ببزخ الشعب اللبناني. طيب. نحن أمام فضيحة في التقرير المالي الذي سوف يكون ملك اللبنانيين قريبا. بس هذا التقرير يعني اليوم أنه يصير مع سالم زهران ومجلس النواب ناطره والقاضي علي إبراهيم ناطره كلهم ناطرينه، من شد وجد ومن زرع حصد، في 50 موظف بالمالية، إذا ما بقدر أوصل لهم معناته أنا صحفي مني شاطر، الصحفي بينسأل مش إذا ما لا من موظف أو وزير المال حصلت عليه، لا مش وزير المال، وزير المال يا محلى فؤاد إذا بتعصر وما بتاخذ معلومة بس مش بالأخلاق مثله أكيد. اليوم أستاذ رواد في قانون 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 شو بيقول؟ حق الوصول إلى المعلومة. صحيح. نحن ما عم نطبقه، نحن عم بصراحة كل واحد منا عامل بي آره، عامل جهده، عامل شغله، عم بيركض هو. اثنين، في حقائق موجودة بس نحن ما بنعمل جهد، يعني تقرير الأزمات الدولية اللي طلعناه وحكيناه، واللي طلع أخوي وأستاذي بشار الجعفر يطلع قناة الميادين استشهد بهذا التقرير الذي نحن نشرناه، شو كان سر؟ ما كان سر، بس كان بده شوية جهد. النواب والوزراء مش في منهم عندهم جهد، بس في منهم حرام يكونوا لا بمجلس النواب ولا الحكومة ولا بيقروا صحف الصبح يعني. تمام. طيب بس اليوم لما سالم زهران عم تمسك هالملفات وتفتحها وتمشي فيها، في كتير علامات استفهام تنطرح، انه اليوم من اول حلقة لهلا عم نحكي يمكن عن ملفات مالية كان على رأس وزارة المال بأكثر الحقبات فؤاد السنيورة، بس في اشخاص ثانيين يمكن على السوشيال ميديا عم بيبين الأسئلة انه ليه ما بتفتحوا ملفاتهم، الرئيس بري وليد جنبلاط راح جاوب اسهل تفتح له ملفه. بال 2005 تنافسنا 8 و14 اضرار نعم، وكنا نطلع معك بتتذكر، هيدا يكب كبايه مي وهيدا يكب كرسي وهيدا منفض وهيدا جمله وهيدا عباره، وتنقرنا. اجت مرحله ثانيه داعش والنصره بال 2011 والازمه السوريه، صاروا يطلعوا هالناس ونحن منهم نعم، نتدافش ونتقاتل ونتصارع بالافكار داعش والنصره. طيب هلا في مرحله جديده العنوان فيها الفساد، انا بدعي كل صحفيين 14 اذار يجتهدوا ويروح يجيبوا ملفات لثمانية أزار ويفضحوها، في أحلى من هيك؟ نعم. طيب في أوضح من هيك؟ يا جماعة تنفسنا من 2005 ل 2011 مين 8 ومين 14
وتنفسنا من 2011 لحد امبارح مين مع الرئيس بشار الاسد ومين مع داعش والنصره، شو رايكم هلا نغير قواعد الاشتباك وبنقول في قواعد الاشتباك الجديد، روحوا انتم كشوا ملفات فاسدين ب 8 اذار، وانا عم بقول لك على الهواء في فاسدين ب 8 اذار. مثل مين؟ بقول شو كثار مثل ما بدك سمي يا اخي، ما راح سمي، روح ليه؟ بس يعطيني ملف هلا لطلع لك اياه بكره الصبح على الهواء. هيدا نجيب مئات، امبارح طلعنا له ملف كان رئيس حكومه 8 اذار يروحوا 14 اذار يخففوا طق حنك يحضروا ملفاتهم ويشهروها، ويروحوا 8 اذار من نجر يخففوا طق حنك يحضروا ملفاتهم ويشهروها، وخلينا نتنافس مين، خلينا نتنافس مين بيلقط ملفات اكثر بيروح فيها على القضاء. نعم. وكون اكيد انا مش هلا عم بقول تيار المستقبل انه بده يروح بملفات العلاقه بحزب الله 8 اذار، انا راح اكون اسعد واحد، لانه كل فاسد في فريقنا هو يساوي التكفيري والارهابي، لانه ضرره مثل ضرر الارهابي والتكفيري. رح انتقل شوي لشويه اسئله وردت على السوشيال ميديا وتحديدا عبر هاشتاج بالمباشر على التويتر. واحد من الاسئله بيقول الا يعتبر اليوم استئجار رئيس نبيه بري لطياره خاصه ليسافر وجه من اوجه الفساد؟ اول شيء مش طياره خاصه، هذه طياره الميدل ايست. نعم. يمكن اللبنانيين ما بيعرفوا الميدل ايست عنده طيارتين او ثلاثه مش مأكد، فينا نسأل الأستاذ محمد الحوت، هن للميدل إيست وعليهم لوجو الميدل إيست وشعار الميدل إيست. الميدل إيست هي طيارة لشركة لبنانية، ما هي طيارة خاصة. ثاني سؤال وبين هلالين، هذه الطيارة مش عم دافع لدافع، بتساعد 12 كرسي، إذا بيروحوا 12 كرسي بزنس على العمال بتطلع فاتورتهم أغلى من فاتورة الفيول لهي الطيارة. نعم. سؤال كمان هو من وحي الجو اللي القوات اللبنانية عم تحكي فيه، ويقول أداء حزب الله بأول جلسة لمجلس الوزراء لم يكن بالشكل المطلوب، تحديدا عم يحكوا عن درجات الستة. شو كان مطلوب؟ يوقفوا ضد الأساتذة؟ بس لا، في هون قرارات واضحة بهذا. أول شيء اللي بلش بالدرجات الستة هو الوزير اللي اسمه صعب يوم كان وزير للتربية. نعم. اثنين، اليوم في وجهتين نظر بالتعاطي مع درجات الستة، اثنين مجتمعين، يعني اللي سمع الوزير جبران باسيل شو عم بيقول، عم بيقول معهم حق بس مالية الدولة ما بتحمل، يعني نعم. الناس مجمعين اثنين انه معهم حق بس مالية الدولة ما بتحمل. ثلاثة، دخلك هيدا الاستاذ الثانوي، وانا قبل ما ربنا يبتليني بالاعلام كنت استاذ بالتعليم المهني. نعم. انت بتعرف قديش راتبه؟ قديش؟ يعني شو مليونين و200 الف ليرة، بده يستأجر بيت وبده يعبي بنزين وبده يعلم اجيال. انت بتعرف باليابان مين اكثر واحد بيتقاضى راتب؟ صحيح، استاذ الابتدائي. استاذ الابتدائي، لا، الاستاذ التعليم الثانوي لازم يكون مثله مثل الاستاذ التعليم الجامعي، استاذ التعليم الابتدائي والمتوسط لازم يكون مثله مثل الاستاذ التعليم الثانوي والجامعي. انا بقول لك وين الغلط، الغلط انك تعطي 6 درجات لاستاذ التعليم الثانوي الرسمي ويروح يسجل ابنه مدرسة خاصة وبياخذ مساعدة مالية من الدولة اللبنانية. صحيح. الغلط انه نحن في عنا ضباط بقوى الامن وبالجيش اللبناني وبكل الاجهزه الامنيه بياخذوا مصاريهم من الدوله اللبنانيه لتدفع الدوله اللبنانيه لمدارس خاصه والجامعات الخاصه. بدك تقول للموظف الرسمي انت ابن الدوله لازم تعلم ابنك بالدوله. وهذا الشيء منه شيء خرافي، هذا شيء طبيعي. صحيح. اساسا كيف هذا الاستاذ التعليم الثانوي بدي امن له اولادي انا وهو مش مامن على ابنه يكون عنده المدرسه؟ صحيح صحيح. ما تواخذني بالكلمة، أنا كنت أستاذ تعليم مهني، خيي ما عندي غيره كان تلميذي بنفس المعهد وجريته من مطرح بعيد ليكون بهالمعهد، أنا مش منطق، أنا إذا مني قادر أمن إنه خيي يكون تلميذ بهالمعهد مش لازم أعلم فيه. نعم. هالقد القصة بسيطة وسهلة. طيب اليوم بهذا الجو اللي عم بيكون كتار بيسألوا كيف رح يكفي عمل الحكومة، يعني عم شوف الخلافات كيف ملفات الفساد وردت شعلها بأي لحظة، كيف رح يكون العلاقة بالحكومة بين تيار المستقبل وحزب الله تحديدا؟ في انتخابات نيابية صارت أفرزت 4-5 قول، ياريتني هاي الملف الوحيد اللي مش جايبه معي قبل مرة طلعناه مع حضرتك. بنتائج الانتخابات الأول حزب الله بشي 334 ألف صوت تفضيلي، الثاني هو التيار الوطني الحر، الثالث تيار المستقبل، والرابع حركة أمال، وانت وماشي، يعني فعليا في تلتين لحزب الله والتيار الوطني الحر والحلفاء، وفي التلت لتيار المستقبل وبقايا 14 اذار. بالقانون النسبي يلي بده ياخذ مجلس النواب بده ياخذ القرار مجلس الوزراء، يعني ما بدها كثير القصه حسابات. نعم. الرئيس سعد الحريري كان عنده 7 وزراء، يعني 6 زائد جان اوغو سابيان 7، صاروا هلا 4، يعني هذا المنطق الطبيعي.
لا، اليوم العضل الأساسي بالبلد منو سر، هو فخامة الرئيس وحزب الله، مع احترامي لكل الباقيين، الباقيين شركاء بأسهم محدودة. حتى رئيس الحكومة؟ رئيس الحكومة من أصل 27 نائب سنة، راح منهم واحد 26 نائب سنة، عنده 16 ب10، ما في يتصرف مثل وقت اللي كان عنده 33. نعم، المنطق هيك بيقول. في واحد كان عنده كتلة من 33 نائب وداعش والنصرة بسوريا، هلا عنده 16 نائب. لا، جماعتهم سووها؟ لا، ما في جو اقليمي. انا اللي قصده انه في جو اقليمي كان ضاغط، حزب الله عم بيقاتل هناك، منه فاضي لهون. هلا صار في واحد عنده 16 نائب، وما بعرف قد 16 يعني، وفي الرئيس بشار الاسد بسوريا. شو قصدك قد 16؟ يعني ما بعرف قد بضل منهم. لا، في حدا يترك؟ بيتركوا ساعات بدك. يلا امبارح ما شو بدك، ما راح يعوض. شو كنا عم نقول امبارح؟ شو امبارح حدا من الشباب الاعلاميين بعت صوره انا وياه فيها، واحد من النواب تيار مستقبل الجداد، يعني كنا باحتفال بالمرابطون عند خينا مصطفى حمدان. اللي كان امبارح هون في نقطه يرجع يصير هناك عالم النص. رئيس سعد الحريري يعلم بعد الريتس انه اذا خرج من السرايا الحكوميه سوف يعود الى احتجازه في الريتس. نعم، وساعتها ما بقى في يقول بكامل حريته، لانه مش راح يكون بكامل حريته. نعم، الرئيس سعد الحريري لا يستطيع أن يفعل شيء في هذه الدنيا إلا أن يكون رئيسا للحكومة، وإذا كان رئيس الحكومة هو بحاجة لرضا اثنين، فخامة رئيس الجمهورية العماد مشنعون وحزب الله، وما بقى للف ولا ندور على بعض. نعم، بعد الفاصل بدي أشوف إذا بعده التنسيق قائم ببعض الملفات بين حزب الله وتيار المستقبل. نعم، تحديدا وزارة الداخلية معه. هذا ملف دسم لبعد الفاصل. الجمارك، الإسكان، سادر، القرار البريطاني بحق حزب الله، بعد الفاصل نتابعها بالمباشر مع سالم زهران. عودة للمتابعة مباشرة مع ضيفنا سالم زهران، مدير مركز الارتكاز الإعلامي. سالم زهران، مثل ما كنا عم نحكي بالملفات الفساد بالشق الأول، بدنا نذكر بالسؤال المطروح اليوم على السوشيال ميديا، صفحة بالمباشر على الفيسبوك وحساب بالمباشر على التويتر. السؤال أكيد من واحد التطورات اللي عم بتكون: من أقنعكم أكثر بكلامه في موضوع الفساد، الرئيس فؤاد السنيور أو النائب حسن فضل الله؟ بعد في ساعة لخمس دقائق للتصويت. هلا 22% على تويتر الرئيس فؤاد السنيوره و 78% حسن فضل الله. اما على الفيسبوك فالنتيجه هي ضيعناها يلا فالنتيجه لهلا يلا وصلنا، هي 9% فؤاد السنيوره و 91% حسن فضل الله، النائب حسن فضل الله. كنا عم نحكي قبل الفاصل عن العلاقه بين تيار المستقبل وحزب الله. نعم. بعد قائمه في تنسيق عم بصير، شو عم بصير اليوم؟ شو الاحد 3 آذار، يوم الجمعه كان مسؤول وحده التنسيق والارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا مع وزيره الداخليه ريا الحسن في مبنى الوزاره في عمل مشترك وتنسيق. انه هذا المشنوء، لحظه، ريا الحسن مع وفيق صفا يوم الجمعه كان الحاج وفيق صفا مع ريا الحسن بوزارة الداخلية لأكثر من ساعة من الوقت عم ينسقوا سوا. انه هذا المشنوء، هذا المشنوء قاموا القيام عليه اذا ذكرين، بطل وزير داخلية، صح؟ اي، وفي كتار هلا يمكن ما بقى يمحوا رقمه من عنده، ما بقى يحكوه. فأنا ما كان بيعني لي هو وزارة الداخلية له هو برة وزارة الداخلية، لكن كلمة حق تقال أمام الله عز وجل. انه هذا المشنوء يلي بيعمله علنا غيره بيعمله سرا. نعم، ريا الحسن ونحن منحييها، لأنه هذا الأمر الطبيعي أن تنسق مع حزب الله، هذا الأمر الطبيعي. الأمر المش طبيعي أنه يكذب تيار المستقبل على جمهوره ويقول لهم نحن وحزب الله حرب. لا، هو حزب الله منه حرب، هو حزب الله أمر واقع. حزب الله في بيروت حل مرشحه النيابي أولا في الصوت التفضيلي متقدما على سعد الحريري. نعم، في واقع جديد بالبقاع الغربي الاول ابو حسين عبد الرحيم راب، الاصوات التفضيليه السنيه. صحيح، السنيه. ها، وين تيار المستقبل؟ ببيروت مش الاول، وبطرابلس مش الاول، وبالبقاع الغربي مش الاول. وين تيار المستقبل؟ تيار المستقبل عم بيتعاطى بعد الانتخابات بواقعيه اكثر. حزب الله لا يريد الاشتباك مع تيار المستقبل، والدليل
أنه لم يسمي فؤاد السنيورة بالاسم. نعم. اثنان، لحد اللحظة فؤاد عم بيقول أنه ساعد معي، بس سمعتش مرة الحريري عم بيقول أنا مع فؤاد. لا لا لا، يعني ما صار مناسبة بركين. يمكن بكرة يقول بعد بكرة، بس بتكون بردت مش على الحامة. باختصار، طيار المستقبل والرئيس سعد الحريري بعد الريتس ليس كما قبل الريتس، بعد انتخابات النيابية ليس كما قبل الانتخابات النيابية، بعد انتصار الرئيس بشار الأسد في سوريا ليس كما قبل انتصار الرئيس بشار الأسد في سوريا. العالم تغير، إذا أنت ما تغيرت ما بيتغير شيء. صحيح. كون انت ما تغيرت، بدك تشوف لحواليك. نعم. طيب اليوم من واحد لقاءات الحاج وفيق صفا مع الوزير ريا الحسن، وكون هالاسئله كانت مطروحه كثير على السوشيال ميديا، رح ينشالوا البلوكات البيتون من الضاحيه والحواجز مثل ما صار بغير مناطق او لا؟ يعني اولادي وانت اكثر اثنين بيسالوا هالسؤال، لانه انا قاعد بالضاحيه، اطراف الضاحيه، ومن اللي عندهم بلوكات حوالين البيت. للامانه من حوالي شهر تقريبا اتحاد بلديه الضاحيه عمل اجتماع، إذا أنا مش غلطان بالغبيرة، مع حزب الله، واتفقوا سوا عقلية جديدة لفتح كل البلوكات الموجودة على مداخل الضاحية. ونعم، في هذا اللقاء أبلغ الحاج وفيق صافا معالي الوزيرة ريا الحسن بأن المشكلة ليست عن حزب الله، وحزب الله مش هو اللي طالب تتسكر مداخل الضاحية. نعم. الدولة اللبنانية، الأجهزة الأمنية طلبت بظرف استثنائي، وهذا الظرف الاستثنائي تقديرنا الشخصي أنه انتهى. وهون بدك تسمح لي حي الاخ الامير طلال ارسلان. نعم. اللي كمان فتح مدخل دار خلدي، ودار خلدي مثل ما قال اليوم الله حميها، اي دار خلدي الله حميها. نعم. بدأت اكفي شوي بالاسئله على التويتر. الي عزار بيقول سؤال ضيفك، تهريب على البور والمرفأ والمطار باسم حزب ايران حسب تعبيره، نحن عم نقرأ، وحماية تجار المخدرات والكابتاجون وعصابات سرقة السيارات وقطاع الطرق وكل خارجين عن الدولة والقانون، مش فساد؟ والله أنا اللي فتحت لها ملفها بالجمارك حرامية طلعت قوات لبنانية. أنا ما بقول أنه الدكتور جعجع حرامي. نعم. أنا ما بقول الست ريدا حرامية، لا العياذ بالله. أنا بقول أنه جراسيا الأزة يلي فيه بحق ملف بعد شوي بنحكي عنه مثبت عليها تهمة الرشوة، حرامية القوات اللبنانية معينينها، معناها الدكتور جعجع حرامي. انا عندي من الجرأة اقول لك انه يمكن يكون في موظف شيعي حرامي بالجمارك. نعم. انا عندي الجرأة اني اقول لك يمكن يكون في موظف شيعي مسمي حاله محسوب على حزب الله حرامي. نعم. مش معناها حزب الله حرامي، حزب الله بس بده يفوت سلاح وصواريخ، مش بحاجه لا للمرفأ ولا للمطار، بفوتهم عبر الحدود البريه وعلى عيون الاجهزه الامنيه اللبنانيه. وهذا الحكي كان يصير وقت اللي كان الياس المر وزير الدفاع، ووقت صار الياس بو صعب وزير للدفاع، وراح يضل يمر من هلا لتقوم القيامة عليك خير. ما حدا يهول على الناس. نعم. في قوات جية حرامية، بس مش معناتها القوات حرامية. في عونية حرامية، بس مش معناتها العونية حرامية. في واحد قريب أو محسوب حزب الله وحركة أمل، إيه يمكن، بس مش معناتها حزب الله وحركة أمل إن الحرامية. بدهم يميزوا الناس بين خطاب هيك الحكي وبين خطاب الواقعي. حزب الله بس بده يفتح حدوده البرية فاتحة، حزب الله راح قدم مئات الشهداء بسوريا لحتى يضل هذا الخط البري فاتح، حتى ما يعوز لا المرفأ ولا المطار. وهول الشحنات كانوا يقطعوا، راح ارجع عيد وقت اللي كان فؤاد السنيورة رئيس حكومة، وقت اللي الرئيس الحريري رئيس حكومة. خلص، ما شو بدكم منه هاللحن بالأملية مع محبتي إله. نعم. طيب سؤال، كون جيت على ملف الجمارك فتحته بالقضاء، شو صار؟ يا خي رحنا نحن وخينا جو معلوف. نعم. طلعنا على الهواء، قدمنا المستندات، قلنا هيدي المخلوقة كانت كشاف، وبعدين صارت عضو مجلس أعلى. وقت اللي كانت كشاف مساهمة برفع بصح دفع، يعني عفوا شطب الغرامات عن العقوري المخلص الجمركي اللي عليه ملفات تهرب جمركي. نعم. تقريبا حوالي 500 مليون ليرة مشيوا له من إعفاءات جمركية. طيب بيع شقفة أرض هي بتقول مشتريتها بمية بمية وشوي، وحق شقفة الأرض 500 وشوي. رحنا عند الرئيس غادة عون، الله يوجه للخير ويريد كل القضاة مثل هالقاضي المؤمنة. أنا لا تفضلي، قال عندك مشكلة يروح التحقيق على شعبة المعلومات، عندي الجرأة أقولها على الهواء. قلت لا أبدا، شعبة المعلومات من وقت اللي بلش العميد خالد حمود عم بيتصرف كما لو أنه جهاز لكل اللبنانيين، ما في أي مشكلة. راح شعبة المعلومات حطت خبير، هيدا الخبير خمن الأرض، طلعت الأرض حقها ضعفين ونص.
نعم. راحوا كشفوا للسرية المصرفية، راحوا كذا 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 كذا، وادعت عليها بتهمة الرشوة، طلبت من معالي وزير المالية يعطي الإذن بالملاحقة. وزير المالية رد على تويتر يقول ما وصلني إذن الملاحقة، نحن معلوماتنا بتقول إنه لا، القضاء بعد إذن الملاحقة. نعم. هلأ على الهوى بدي أقول لفخامة رئيس الجمهورية، في أكثر من 10-20-30 ملف على القانين، مش بس جراسي الأزة، إذن علاقة ببدعة اسمها الأذونات الإدارية، يعني بالقانون اللبناني إذا بدك تلاحق موظف بدك إذن مديره. نعم. وما في مهلة بتقول وخي هذا الإذن بيخلص بعد 15 يوم 20 يوم، هلأ فيه أي رئيس إدارة يحط لك الإذن 500 سنة، بضل 500 سنة. يجب تعديل القانون، لو في عندنا نحن نواب بيحترموا حالهم، مع احترامي للبعض منهم، بكرة على بكرة لازم يروحوا يقدموا اقتراح قانون، اقتراح قانون. نعم. يقول تعديل الأذونات منه بحاجة لا إذن، وإذا بدي يأخذ إذن بدي يكون معه 10 أيام، خي 10 أيام بتعطيها الإذن أو ما بتعطي؟ تمام. ما بتعطيه لازم يكون في مسار، وإذا بتعطيه بيكون في مسار. مسار دخلك في شيء موظف مش مرتبط بوزير؟ أكيد لا. طيب في شيء وزير ما بيعرف وزير صاحبه؟ طيب لكن كل ما بدك تلاحق موظف بدي يقول لك هيك. صح. خي هيدي شو اسمها تعاونية موظفين الدولة؟ ايه. مشترين شقة ب 400,000 حقها 1,200,000 دولار. ادعت الرئيس ما بعرف إذا غادة عون، ماني مذكر بصراحة، ادعى القضاء ما اجى الاذن القضائي. طيب انا طلعت على ال بي سي اي قلت في قاضي مرتشي وثبتنا انه مرتشي، وقلنا قالوا له يا بتتحاسب يا بتستقيل، استقال. طيب رئيس الحكومه ما مضى الاستقاله، شو رايك؟ طيب كيف قاضي مرتشي وبعده قاضي؟ سؤال، كيف موظف سرق وبعده سرق؟ قصه الاذونات الاداريه بدها حل. نعم. لجراسيا وغير جراسيا ابدا. تمام، يعني الملف واقف عند هذه النقطه. انا يوم اللي كان اداء القوات اللبنانيه ايجابي طلعت قلت اداء القوات اللبنانيه ايجابي، واليوم ما بظلم، ما بقول القوات اللبنانيه عم بيسرقوا، بقول جراسيا الازي عندها ملف رشوه. هل قد مثل ما هذا الغلط، وقلنا له لصديقنا من الحمريه هذا غلط ما انه صح. هلا بيجيك جواب انه ما هي عم تسرق، كلهم عم بيسرقوا، عال تروح تعترف عليهم كلهم وتبلش اول شيء بالمحسوبين على حزب الله وحركه امل، والله لا اوقف حدا على الهواء. نعم. طيب ملف تاني كنت فتحته، ملف الاسكان، كمان في اسئله عنه، وخصوصا كان في بيان للرئيس نجيب ميقاتي بهذا الاسبوع. كل ما نقول ما بدنا نحكي عن نجيب ميقاتي ترجع انت بتحركش فينا، وهو بيحركش فينا. لا، هو اللي طلع البيان من يومين، اعلن عن تنفيذ ما طلبته النائبه العامه للسنه فيها في جبل لبنان القاضيه غاده عون في سبيل اظهار الحقيقه كامله، واعتبر انه في حرب سياسيه. يعني لانه عم بيقول هيك راح جاوب، علم انه انا كنت حاكي معك من شهرين انه ملف نجيب ميقاتي خلص عندي باللحظه اللي فت فيها على القضاء. نعم. اولا موقع الام تي في اصدق مش من نجيب ميقاتي، من نجيب ميقاتي ومجموعته، وقت اللي قال موقع الام تي في الالكتروني انه هو اصلا موقع الام تي في الالكتروني انه طلب كف تنحيه كف القاضيه غاده عون عن الملف، هذا امر صحيح. عمل بيان، شو عمل؟ قال هجوم سياسي وهجوم مدري مين، وانا وطه ما خصنا. حبيبي، العنوان الخبر كان على موقع الام تي في، ميقاتي يطلب تنحي القاضي غاده عون. ما جاوب اذا هالامر مزبوط ولا لا. انا بقول لك على الهواء وباكد لك مزبوط. نعم مزبوط هيدا الموضوع، وانا مستعد اتحاسب بكره بالقضاء عليه. اثنين، هو عم بيقول انه هو وطه ما خصهم. ماشي، قلبك قوي. ايه لا، شوفي ضلك ورطني. فكر نجيب انه نحن شلنا ورقه على الهواء هيك اسم القروض واسماء القروض وخلصت القصه. لا، هيدا عقد عند كاتب العدل. وينه؟ عزمي طه ميقاتي، فينا نشوفه بس. تفضل، ابنه لطه ميقاتي، واحدة من القروض، وهيدا عقد. تفضل ماهر، بس نشوف اذا بين معنا على الهواء او شو شباب، لان الخط كتير صغير وواضح. بس مش واضح عندك؟ واضح بالنسبة لي، واضح. وهيدا تفضل هون ماهر نجيب ميقاتي ابنه لنجيب قبل اخر سطر، واضح بعين بيني. ولما يكذب ويقول انه ما خص الدولة اللبنانية، تفضل هيدا العقد سندا الى القرار 10100 الى الرقم 10 القرار الوسيط رقم 10142. نعم تفضل. يعني هو ماخذ قروض مدعومة تبعا القرار 10100. بس ما حكي عنا حكي مصرف لبنان هيدا. لا مش مزبوط. اولا انا بدي حيي لرياض سلامة لسعادة حاكم مصرف لبنان انه القاضي غادة عون طلبت افادة المصرف، طلع الاستاذ رجل العلم وائل حمدان قعد 4 ساعات تم استجوابه من قبل القاضي غادة عون،
وأكد أن هذه المستندات صحيحة. نعم. دخلك مين أكبر، رياض سلامي ولا نجيب مئاتي؟ صحيح. مين أكبر؟ طب ليش رياض سلامي بده يلتزم بالقانون ويبعت وائل حمدان يقعد عند القاضي غدا عون يشرح لك كل شيء، وليش أنت يا نجيب ما بدك تطلع أنت أو خيك ولاد خيك؟ أما إذا عم بتقول هول ولادنا مش نحنا فبالنعم. نعم. بالنعم. طيب. يلا نعود الى سيل الزيت، رجعت فتحت لنا جروح. ممنونينك ملفي. باختصار، حمله على نجيب مئاتي منا سياسيه. الحمله على نجيب مئاتي انه عم بيتفاخر عنده بوت حقه 85 مليون دولار مدري قد ايه، موجود فيك فوت على جوجل تقراه مع صوره، وبيروح بمد ايده على المصاري تركيطة المصارف بمصرف لبنان بالاحتياط الالزامي. شو اسمه الاحتياط استاذ رواد؟ الزامي. الزامي شو اسمه؟ الالزامي. الزامي انت عم تمد ايدك على الاحتياط الالزامي تاخذ ملايين الدولارات بالوقت الطرابلسيه مش عم يلاقوا بيوت يقعدوا فيها هن وكل لبنانيه. الحمله منا سياسيه، انت رح ترفع دعوه قدح وذم وتشهير وافتراء، انا خسرتك اياها يا نجيب، عم اقول لك اياها على الهوا كمان. نعم. هلا بيرد شو بقول لك على الحمله المحاور، يا اخي لا محاور ولا حمله، انا رحت باخبار عن النيابه العامه الماليه وان القاضي علي ابراهيم بيحكم، بتعرفوا هو شو عمل؟ حذار شو؟ قال في سريه مصرفيه ما فيكم تحققوا معي. راح قدم دعوه قدح وذم وافتراء. صحيح. ربنا بده يفتري عليه. راح وقع عند بايدين غادة عون، غادة عون ما بتعرف الا القانون، راحت قالت له شرف هات الافادات العقاريه مزبوط. اثنين تاع يا مصرف لبنان تاع شرفوا يا بيت مئات، لا نحن ما منروح غيرونا القاضي. ليه غيرونا القاضي؟ ليه كيف يعني غيرونا القاضي؟ لكن انا بكره كل ما اجتني دعوه بقول غيروا لي القاضي مش معجبني. نعم. يوقف نجيب ويروح يتابع بالقضاء القصه، لنا تشير ولنا ادحو لنا ذم. انا قدام النيابه العامه الماليه قلت طويت الملف، انت رجعت فتحته هدي اذا فيك تهدي بقوه الله والحق والقانون. نعم. على كل حال هيدي مستنداتك وانت عم توجه فيها على ال وما يرد هلا ببيان، ما يرد ببيان تافه لموقع بياخذ فلوس من وحده من البلديات، وهيدا عم نحضر له اخبار جديد فيه ان شاء الله. اي موقع؟ عامل موقع الكتروني بيقبض مصاري من بلديه بياخذ، عامل كونترا. ما يرد على هذا الموقع، يروح يرد بالقانون بالقضاء. طيب. وما يوكل محامين قراب من التيار الوطني الحر، ما حدا رح يوقف حدك. فخامة رئيس الجمهورية ميشيل عون بلش عهده، ما رح يكون سند لا لك ولا لغيرك، بوسس الأد واضحة. طيب بدنا ننتقل شوي لنسرع، بعد عنا ملفين قبل الفاصل نحكي فيهم. ملف سادر، شفنا المبعوث فرنسا كان بلبنان، شي بيقولوا طلع بانطباع سيء، شي بيقولوا انه لا مش الحال، شي ناطرين شهرين نكافح الفساد ونحط الخطط خلالهم. شو صار؟ خربت لي ملفاتي، انا مش محضر احكي عن نجيب مئاتي، بس جبته احتياط قلت لعله شو موظف عنده جرب يتذاكر. فهلا راح نطلع لك يا سيد الكريم نص صدر، راح نطلع لك نص صدر ونص الاصلاحات. شرف يلا. هيدا صدر عم بيقول انه يحرز لبنان نتائج ضعيفه في العديد من المؤشرات، نحن ترتيبنا 128 على 130 بثقه الناس فينا، بس بترجع بثقه السياسيين بترجع الناس بتنتخبهم. نحن ترتيبنا 136 من أصل 176 بموضوع مين يا سيد الكريم؟ بموضوع الفساد. نعم. وإجا السادر يقول في جملة إصلاحات. الإصلاح الأول له علاقة بالحسابات. نعم. عم بيقول ما بيصير هالقد تكونوا أنتم مكسورين، يعني بتدفعوا أكثر ما أنتم بتفوتوا. لهيك وزير المالية بعد تعميم بعتقد من 24 ساعة يقول في لكل الوزارات شرفوا عملوا لنا ريجيم لميزانياتكم، لانه سادر طالب منا نعمل ريجيم للميزانيات. رجع اجى يقول انه الكهرباء ما بيسوى تكون هيك، بدكم تحرروا سعر الكهرباء، يعني بدكم تغلوا على اللبنانيه الفاتوره، بس للامانه ربطها بتصير الكهرباء 24 ساعه على 24 ساعه. ثلاثه فايت عن النفايات، فايت عن النفايات وقايل تحب اقراهم مثل ما هن؟ يلا هيدا التابلو تفضل. هيدي اصلاحات سادر وهيدا النص موجود باللغه العربيه والانجليزيه لسادر، فيك تعرضه. نعم. والغريب انه كان عم يتعاطوا معه كما لو انه تهريب عن اللبنانيين، بالوقت اللبنانيين هن بدهم يدفعوا هول المصاري. نعم. قانون مكافحه الفساد، حتى موضوع الجمارك حاكي عن الجمارك، حاكي عن كل التفاصيل، يعني بتشعر انت انه المفوض السامي رجع قعد ببيروت وعم بيعملنا
دستور جديد. هلا اذا بده يساعد بكافحة الفساد وانتظام الدولة ما فيها مشكل هيدا. قبل بمرة زميلتك وزميلتنا واختنا العزيزة المحترمة منى صليبة حكينا مع هيدي الفكرة هي ذاتها. وجاوبت مثل ما انت جاوبت. نعم. جاوبتها جواب رح مضطر ارجع عيده على الاو تي في. قلت له وقت الواحد بيخطب بصير يقول له عمي بيت صغير بس بكبره، عمي سيارتي عتيقة شوي بس برتبها، عمي عمي عمي، بس يتجوز بيقول له عمو بدنا نجي ننام عندك، ميرسي اورفوار لانه شحطونا من البيت. اذا عم نخطب وعم نساير صدر مصيبه، بس اذا عم نعمل اصلاحات جذريه وعميقه ايجابي. اذا عم نعمل اصلاحات وخصخصه لنبيع قطاعنا مثل ما قال خينا ايميل ايميل لحود اليوم مصيبه. نعم. اذا عم نعمل نحن لا اداره لاداره الدوله عظيم. عم نعمل خصخصه، يجاوبوا هذا السؤال. عم نعمل عفوا توطين للنازحين السوريين. اقرا فلسفه صدر كلها بقول لك بالنفايات كان لبنان هالقد نفايات وصارت هالقد. نعم. قبل وبعد النازحين بل 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 بل. انا خوفي من ثلاث امور يلي هن. الامر الاول كنا احنا عم نكذب بموضوع الاصلاحات بس لنسير المجتمع الدولي. نعم. الامر الثاني انه نكون احنا عم نخصخص وعم نبيع مواردنا للاجنبي بدون ما نعمل نقي نوعيه باقتصادنا. والامر الثالث يا استاذ رواد يكون ثمن صدر توطين النازحين السوريين. اذا كان الثمن التوطين ليش حدا بيمشي فيها هيدي؟ خي ما انت وقت اللي بقول لك انه 30% من التلزيمات او التعهدات بده يكونوا العمال سوريين. يعني انت عم تقول له هذا الشغيل ما تروح تشتغل بسوريا يا حبيبي، خليك عم تشتغل هون. نعم. صح؟ وقت اللي ما بيعطيك تستثمر بالصناعه وبالزراعه وبالسياحه وبيعطيك تستثمر بس بالبنيه التحتيه لحتى تساعد السوريين. وانت وانا اخر اثنين بيحكم عن سوريا عن السوريين، السوريين اهلنا مثلهم مثل اللبنانيين، لانه اهلنا نحن ما بدنا اياهم يكونوا مواد للبيع والشراء وللتجاره. وهلا اذا بدك بنحكي عن ملف النازحين. بالخلاصه اذا كان الفرنسي عم بدور على دور بلبنان سياسي عبر مؤتمر صدر هذا الامر مريب. نعم. اذا كان الفرنسي مقرر يجي على لبنان لحتى يكون سكة توصلوا ليشتغل بسوريا لأنه السوريين مانعين الفرنسوية يشتغلوا بالشام هذا أمر مريب. إذا كانت هاي الإصلاحات رح تحسن أداء الدولة أنا مع الإصلاحات، أنا مع الإصلاحات، بس أنا خوفي مثل ما حكيتك وبعتقد صرنا حكيم مطولا بهاي الفكرة. نعم. بس كمان لازم اللبنانيين يعرفوا هول 11 مليار مش هبة. صحيح. فؤاد السنيورة وليك بعهده وليك كانوا هبات. اللي حكي عنهم الرئيس لحود واللي حكي عنهم تقرير وزارة المالية. رح نرجع نذكر بالرقم 8% من هباتنا مسجلين والباقي منه مسجل. الملف النازحين رح نحكي عنه بالقسم الثالث من الحلقة. في نازحين على قصة الدروز وسوريا وغيرها من الملفات اللي علاقة يمكن بالعلاقات اللبنانية السورية، بس لأختم المحور الثاني بموضوع القرار البريطاني بحق حزب الله وتصنيفه بجناحيه السياسي والعسكري إرهابي. طلع القرار ماذا بعد؟ شو رح يصير؟ وزير الشرق الأوسط أليستر بيرت بيزور بيروت ب 7 آذار. ما هي معلن الزيارة؟ جاي على بيروت، جاي يقول أنا يا جماعة حسب بعض التقارير الدبلوماسية أنا يا جماعة كيف فينا نمشي بالقرار من دون ما نخسر علاقتنا بلبنان. حرفيا هيك. وليه عملوا القرار؟ يا خي عملوا القرار صرنا حكيم فيها كتير بس كمان رح نرجع نعيدها. عملوا القرار لأنه في صراع بين حزب العمال وحزب المحافظين قبل الانتخابات. نعم. حزب المحافظين على رأسه ساجد جويد اللي هو أصله باكستاني. نعم. عم يتنافس مع حزب العمال، حط القرار حزب الله إرهابي، قال لك واحدة من اثنين، إذا حزب العمال صوت ضد القرار وهو متهم امبارح باللاسمية يعني بكره اليهود بكون ثبتت عليه الجريمة مع اليهود وطبشته عبر اللابينج الصهيوني اليهودي. تمام. وإذا المعارضة صوتوا مع القرار وهيك اللي صار ساعتها شو بصير؟ كون انا استفدت وجريتهم على قرار انا بدي اياه. نعم. لكن هذا القرار حسب ما ينقل بمصادر بقلب لندن بلغتها للدبلوماسيه اللبنانيه ومن داخل هون، يعني هون في عدد كبير من الزملاء اللي التقوا بالسفير الانجليزي فهموا منه كانه انه هذا القرار هو ما راح ياثر على العلاقات اللبنانيه البريطانيه، يعني كدوله لبنانيه وكدوله بريطانيه بملفات التربيه النازحين تعاون مع الجيش الى اخره. على العكس بتعرف هلا شو عم يعملوا الانجليز؟ شو عم بيرقدوا يقولوا انه خي نحن بنعرف حزب الله حل اول بالانتخابات. نعم. واللي سمع جلسه مناقشه اللوردات وموجودين هلا فينا نعطيك النتيجه وتتسلى فيهم عدد كبير من اللوردات وقفوا يقولوا لهم انه
ما بيسوى تهملوا فكرة أنه هذا الحزب ماخذ أكثر من 100,000 صوت عن أقرب منافس له بالانتخابات. نعم. بالحرف، وهي موجود النص، وقف أحد اللوردات يقول أنه هناك 100,000 صوت أخذهم حزب الله من فوق الباقيين. بس شو الخطر بقلب المناقشات اللوردات؟ شو الخطر؟ حديث عن سوريا يلي بيقول، يعني هن شو عم يبرر القانون؟ أنه هذا القانون له علاقة بجزء من المبررات الأساسية أنه حزب الله راح قاتل بسوريا. حزب نعم. الله قاتل داعش والنصرة بسوريا، يعني قاتل الإرهاب. بتقوم أنت بتصنفه إرهابي؟ صحيح. كيف هيك؟ صحيح. يا خي في قاعدة بتقول عدو عدوك صديق صديقك، إلا عند الإنجليز عدو عدوك عدوك عدوك. أنه حزب الله تهمته أنه راح قاتل بسوريا مين؟ نعم. داعش والنصرة. واحد بيقاتل رأس الإرهاب بتقوم تحطه على لائحة الإرهاب؟ طيب يعني فينا نقول ما راح يكون له مفعيل هذا القرار لما بتقول ما راح يأثر شيء؟ كما قال نائب الأمين العام لحزب الله سمحت الشيخ نعيم قاسم من بارح، هذا نعم. القرار هو وسام على صدر حزب الله وهو إهانة لبريطانيا. أنا من الناس يلي بيحبوا الشعب الإنجليزي. نعم. أنا من الناس يمكن مثلي مثلك مثل كتار من اللبنانية، جزء من ثقافتنا اجت من بريطانيا. نعم. ولكن ما بيصير هذا الانصياع للأمريكي وللصهيوني ولليهودي لهالدرجة لهالدرجة. والله استحيوا العرب يعملوا هالعملة، استحيوا الدول العربية يكونوا هالأب منصاعين. المسألة باختصار هي مسألة داخل لندن ضمن المنافسة بين المحافظين والعمال، وأكثر من ذلك لقد أبلغ الدبلوماسيون اللبنانيون عبر بعض القنوات إنه هذا القرار هو داخلي باللعبة البريطانية وما له أي مفاعيل خارجية على لبنان وبريطانيا. نعم. بعد الفاصل مثل ما ذكرنا موضوع سوريا والإجراءات بحق المشايخ الدروز رح نحكي فيه، موضوع النازحين وغيرها من الملفات. أكيد الفقرة الثالثة مثل العادة نبلشها بالمحطة الإقليمية مع الزميل إياد خطيف. فاصل ونتابع. نشفت لنا ريقنا بالمباشر. خذ بريك ورجعين. بالمباشر نعود المتابعة مع ضيفنا سالم زهران. قبل ما نتابع بس لأنه اللي لحقتهم على الواتس أب، أول شيء الأساتذة التعليم السنويين اللي أخذوا 6 درجات معاشهم 1,300,000 مش 1,200,000 وقلهم شهرين مش قبضين. تمام. وهذا سبب إضافي أنه يكونوا بيستاهلوا الدرجات الستة. تمام. ولو بدأ تزعل ستري دجاجة بالإذن منا يعني. اثنين، والد صوفي مشلب، هاي الطفلة يلي قضيتها هي برقبة كل واحد منا. نعم. كمان باعت عم يثني على القاضي غادة عون لأنه بملفه هي الوحيد اللي استرجت تنصفه بعد سنين طويلة من الصراع. نعم. رح نتابع معك سالم زهران، بس قبل ما ننتقل للفقرة الإقليمية والزميل إياد خليف. مساء الخير إياد. مساء الخير. يفتح الميدان السوري بشقه الكردي نافذة سياسية جديدة، فاقتراب الكرد من إنهاء معركتهم ضد داعش يشرع التساؤلات عن المرحلة المقبلة، إن لجهة تعاونهم مع واشنطن أو لجهة علاقتهم بموسكو ودورها، وإن لناحية أفق العلاقة مع دمشق، في وقت تتصاعد الدعوات التركية لتصنيف المسلحين الكرد كإرهابيين. مشهد نناقشه مع الرئيس المشترك للمجلس التشريعي لإقليم الجزيرة حكم خلو الذي ينضم إلينا عبر السكايب. مساء الخير سيد حكم. أعلن الكرد أن حسم معركتهم مع داعش سيكون في غضون ساعات، ولكن قبل أن ندخل إلى الفقرة بوقت قصير، أعلنوا أيضا بأن هناك تفاوض ما مع داعش، فمتى ستنتهي هذه المعركة؟ مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. بالطبع المعركة العسكرية بالمفهوم العسكري مع داعش منتهية، لأن المنطقة التي يتحصن فيها داعش باتت هي تحت نيران قوات سوريا الديمقراطية منذ أكثر من يومين أو ثلاث. بالتأكيد هناك مفخخات، هناك خنادق وأنفاق يتحصن فيها
داعش، وبالتالي يعني تحاول قوات سوريا الديمقراطية تجنب المزيد من الخسائر في الأرواح لدى قواتها على الأقل، إن كان هناك تسليم واستلام لداعش بدون قتال فيكون هذا أفضل، وإلا فيكون هناك اقتحام، وهذا الجانب يقدره القادة العسكريون في الميدان. نعم، أيضا بخصوص العلاقة مع الأمريكيين، كان دائما الكرد يعلنون بأنهم يتعاونون مع واشنطن فقط لإنهاء حالة الإرهاب في مناطق سورية متعددة. اليوم كيف هي شكل العلاقة مع واشنطن، وكيف ستكون بعد انتهاء الحرب مع الإرهاب؟ بالتأكيد الكرد خيارهم الاستراتيجي هو الحوار السوري والوصول إلى سوريا قادمة تختلف عن سوريا الأمس، لأن هناك كما تعلمون هناك ملفات متأزمة في الوضع السوري سابقا، وهذه الملفات لابد من أن تكون تدرس وأن توضع لها الحلول، وهذا الحلول يمر عبر الحل السياسي السوري السوري. أما التحالف مع داعش مع الأمريكان عفوا فكان تحصيل حاصل نتيجة هجوم داعش على كوباني كما تعلم بعام 2014، وعجز القوات الحكومية السورية عن حماية هذه المناطق، وباتت داعش يعني قاب قوسين أو أدنى وقتها من احتلال كامل كوباني. عندها تدخل قوات التحالف وبمؤازرة جوية تم تراجع داعش وبدأ. يعني ستتخلون عن الحضن الأمريكي عند انتهاء المعارك مع الإرهابيين في سوريا؟ الأمريكان لهم دور في سوريا، هم قوة كبيرة وقوة دولية كبيرة، حتى أن تحالفنا أم لم نتحالف معهم يبقى لهم دور ولهم أجنداتهم ومصالحهم. كما تعلم الرئيس الأمريكي في خطابه عندما استلم الرئاسة حدد خطين أساسيين أو هدفين أساسيين، كان أحداهما القضاء على الإرهاب ومن ثم الوقوف أمام التمدد الإيراني. طبعا هناك سلامة إسرائيل تخص يهتم فيها الأمن، وسلامة إسرائيل دولة إسرائيل تهتم فيها أمريكا كثيرا، وبالتالي لن تبدأ بتحالفنا معهم عسكريا ضد داعش الوجود الأمريكي، ولن تنتهي بانتهاء داعش. بما أنك تطرقت لهذا الكلام، ما رأيكم أيضا بهذا الخطاب لترامب؟ يعني هل توافقون معهم أم لا؟ ما هو موقفكم من هذه الأمور؟ أي خطاب تقصد؟ لم أفهم السؤال. الذي تكلمت به قبل قليل بخصوص أن أمريكا لديها مصالح في سوريا، تريد محاربة إيران، وأيضا لها مصالح مع إسرائيل وتريد أيضا ضمان سلامة إسرائيل. تأكيد لن نكون إلى جانب أمريكا في سياسة أمريكا، نحن لنا إرادتنا المستقلة، قلت لك في البداية استراتيجيتنا هو الحل السوري السوري والوصول إلى الحل السياسي مع الشعب السوري ومع مكوناته بعيدا عن التدخل الأجندات الأجنبية والتدخل أي طرف كان ورحيل كامل القوات عن الأراضي السورية، فهذا هو هدفنا الاستراتيجي. لكن قلت لك أن الوجود الأمريكي لا يتعلق بتحالفنا معه عسكريا، هذا الوجود يعني أمريكا تحاول أن تثبت أقدامها إن كانت في سوريا أو في غير سوريا كما تفعل وجودها في الكثير من الدول الخليج والأماكن الأخرى وحتى في العراق، وبالتالي نحن لسنا يعني مخيرين أن نختار فقط الحل الأمريكي، نحن نقول لنا نحن توجهنا ولهنا مشروعنا السياسي في سوريا المستقبل، نحافظ على وحدة الأراضي السورية ونمنع التدخل الأجنبي، والشعب السوري إذا توفرت له فرص الحل السياسي قادر أن يبني دولته من جديد. طيب، وأن يحافظ على وحدته الوطنية. طيب، أين أصبح التفاوض اليوم بين الكرد ودمشق، ومن أين الخلل يبدأ فعليا بالمفاوضات؟ طبعا باب التحاور مع دمشق مفتوح دائما، وهذا هدفنا، ونرى أن الحل يبدأ من دمشق، وكان هناك وفد ذهب إلى دمشق وقدم طروحات وأيضا
قدم بعض مسؤولي الإدارة في زيارتهم إلى موسكو طريقة حل أو للأزمة السورية، لكن حتى الآن دمشق غير مستعدة للتفاوض مع الكرد على حل الأزمة السورية. ولكن دمشق تقول العكس أيضا بأن الكرد ليسوا جديين بالتفاوض. يعني نحن اليوم نرى أن يجب أن تحل الإشكاليات في الواقع السوري من جذورها. يعني عندما دمشق لا تعترف بوجود الأصيل أو الوجود التاريخي للمكونات التاريخية للشعب السوري، كما تعلم الشعب السوري مكون من العرب والكرد والسريان والكلدان الكلدو آشور من التركمان. نعم. وهناك جرين، هذه حقائق التنوع موجودة لدى الشعب السوري، فعدم الاعتراف بهذه الحقائق يعرقل الحل، هذا أولا. ثانيا نعم. نحن نرى أنه يجب أن تكون هناك دولة لا مركزية، لأنه بصراحة نحن الشعب السوري ككل وخاصة شكرا محافظات. شكرا الرئيس المشترك للمجلس التشريعي لإقليم الجزيرة حكم خلو، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب. الآن عودة إليك رواد. شكرا لك اياد. سلم زهران، بعدنا تقريبا 10 دقائق من الحلقه، بدنا نحكي فيهم عن ثلاث ملفات اساسيه العلاقه. اولا اياد بحسسك بالدفء، يعني تشعر انك هون بحواري الشام انت عم تسمع صوت، يعطي العافيه. رح نضل بالاجواء السوريه اللبنانيه بس مشاكل هالمره ما كثير فيها دفء بين دروز وسوريا. شو كان بدهم السوريين بالقرار؟ لا 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 اصلح اول شيء، دروز وسوريا واحد. بين دروز لبنان وسوريا مش صحيح. مش شو مش صحيح؟ اولا المشايخ الروحانيين دخلوا بمبادره، طلبوا من النائب وليد جملاطي محي التويتات، النائب السابق محاهم، ومن بعد الأخ الأمير طلال أرسلان محا، والأخ الصديق ويام وهاب محا. أنا ما بسمح لنفسي بوقت المراجع الروحية العليا الدرزية عم تفوت تطفي النار داخل بيت الدرزي إني إجي أنا ولع النار. أنا أنت بتعرف ربيت بدار خلدي وفخور وكاتب هوني عجبيني وفخور بهالمسألة. نعم. وأنا منحاز إلى دارة خلدي، نعم أنا منحاز إلى دارة خلدي، ولأني منحاز إلى دارة خلدي بدي أقول الجدل انتهى، بس مش معناته انعمل حل أو توافق شامل. لا، نائب وليد جملاط بده يعترف أنه خسر بسوريا. اثنين، أنا كنت موجود مع وفد مشايخ فلسطين والجولان بالشام وقت اللي كان مير طلال أرسلان. صحيح. دروز سورية مع الرئيس الأسد اللي هو خيو للأمير طلال أرسلان. دروز فلسطين هني ضد التطبيع وهني مع الرئيس بشار الأسد وزاروه رغم كل التنكيل فيهم ورغم اعتقالات البعض منهم بالوقت اللي وليد جملاط فاتح على الجهة الثانية. نعم. أنا ما بتمنى للبيت الدرزي إلا كل الهدوء والسكون والراحة، ورح أكون صادق معك رواد، الطوائف الكبيرة اليوم هجمة، وبالعربي المشبرة كانوا السنة والشيعة مأكلين كل الصحن. إجا الرئيس ميشيل عون والله بعت له سهر، يعني شو بدي خبرك، جابوا حصة المسيحية. طيب وين الدروز بهذا النظام الطائفي المذهبي؟ نعم. عم بيروحوا عم بجد عم بيدوبوا. يعني خذ هالمعلومة، آخر دورتين مع حد القضاء ما في ولا درزي فيهم. طيب هيك. طيب بس عنده حل، عنده حل، بدنا نحكي بس تحديدا مين السوري. لا لا لا، مين عم ياخذ حصه الدروز بالنظام وعمل وكيل؟ نائب ولي جملة. طيب انت عملت وكيل وما جبت للدروز الا الويل والثبور وعظائم الامور ومعملين بطون ووكاله جره غاز ومدري شو. نعم. جاي تعمل بزنس ولا جاي تعمل حقوق الطائفه؟ اذا جاي تعمل بزنس صحتين على قلبك، انت اشطر واحد بتطلع توب فايف مش لوحدك، ضمن اكثر خمسه زبطوا حالهم. نعم. اذا جاي تعمل حقوق الطائفه، لا انت ما جبت حقوق الطائفه، خلي غيرك يجرب يجيب حقوق الطائفه. واحد. اثنين، لشلق وليد جملاط سؤال وقت اللي بفوت شيخ على سوريا عند مين بيختم؟ عند داعش والنصره ولا بيختم عند الرئيس الاسد؟ الدولة السورية. الدولة السورية هي الضابط. لو ربحوا داعش والنصرة كان هو عمل بطاقة للشيوخة بدهم ورقة من أبو محمد الجولاني. نعم. ما ربح أبو محمد الجولاني. ثلاثة، دخلك الشيخ نصر الدين غريب، ما هو ذات ولي جملات قال إنه بيحترمه وبيقدر علمه، وبالرغم إنه جرب بمطرح ما بدي إنك إجراح يهين. نعم. الشيخ نصر الدين الغريب هو مرجعي للموحدين لدروز مش بس بلبنان،
أنا شفت حجم احترام المشايخ فلسطين وسوريا للشيخ نصر الدين غريب. بس اليوم نايب ولي جنبلاط إذا بدنا نسلم أقله في شيخين عقل، مع أنه الجنبلاطيين بيقولوا لا في شيخ عقل واحد ونعيم حسن. وبالقلب هونيك بيقول لك في ألف شيخ بايعوا. بس سوريا لها حق تتدخل بشأن داخلي لبناني بخص دروز لبنان لحتى تفرض من هذا الشيخ حصراً؟ لا. وشو؟ سوريا قال لك شو عم بيصير؟ عم يفوتوا ناس من تحليل صفة مشايخ. نعم. كيف بتعرف انه هيدا شيخ ولا لا؟ طيب ما هو النايب ولي جنبلاط عم يقول انا ما بنسق مع الدولة السورية. نعم. صح؟ صح. صح ولا لا؟ صح. طيب شو بيعملوا؟ بس في مفاعيل الشيخ نعيم الحسن كمان. الشيخ نعيم خطاباته هي نسخة طبق الأصل عن خطابات النايب ولي جنبلاط مع حبي واحترامي وتقديري له. نعم. بيت الدرزي بده يتكيف مع الواقع الجديد. الواقع الجديد انه في حدا راهن على النصرة وكان يزق لهم فلوس على جرود عرسال، وفي واحد راهن على الرئيس الاسد، ربح الرئيس الاسد. طيب اليوم اللي بيشوف جريدة النهار بتقول هذا القرار من دون اي تبريرات منطقية واي روادع تتصل بالحدود البديهية والمبدئية للسيادة اللبنانية، هو قرار غريب لا يوحي سوى بالتحرش الفاقع في شؤون طائفة الموحدين الدروز بلبنان، وهناك تساؤلات عن مآرب دمشق والحدود التي تحاول تجاوزها في اظهار تدخلاتها السافرة بشؤون اللبنانية. في ثلاث شيوخ عقل بسوريا. نعم. يطلع لبنان هلأ قرار يقول بده يكون معه ورقة من الشيخ الفلاني. نعم. تعامل بالمثل ونحن قبلانين. في ثلاث شيوخ تعال ينقوا واحد من سوريا، ينقوا من واحد من اثنين. عم بيسمحوا له للشيخ يفوت على سوريا؟ هون مغلطين، فاكرين عم بيسمحوا له يفوت على الرقة. هو الرقة رجعت، فاكرين رايح على إدلب وبعد إدلب ترجع. فاكرين رايح عند أردوغان. لك يا خي وين رايحين؟ دولته وحدوده وبده يشرع في اثنين. نعم. واحد بيحكي معه واحد ما بيحكي معه. لو ربحوا النصرة كان ولي جنبلاط عمل لهم ورقة عند محمد الجولاني. ما ربحت النصرة شو بنعمل نيكست؟ ان شاء الله بعد شي 100 سنة بنعمل حرب وبنشوف اذا بيربحوا. بالملفات النازحين عمل مشكل بالجلسة ما قبل الأخيرة للحكومة، الجلسة الأخيرة كانت أسلس بهذا الموضوع. النازحين بدك تحط سلبي إيجابي أبيض. نعم. أسود على اول ما بلشنا عن فؤاد السنيوره. نعم. بس تقول مين ايجابي بملف النازحين، اول اسم بيخطر على بالك اللواء عباس ابراهيم، الله يوجه له. صحيح. يلي رغم كل هالضجه اللي حواليك امبارح مرجع 1300 ان شاء الله يكون الرقم دقيق و20 نازح سوري على سوريا. نعم. مع كل هالضجه، مع كل هالضجه وكل هالصريخ وكل هالعيط وهذا وهو ماشي. نعم. اثنين، فخامه الرئيس ميشيل عون بتحط طائرته بروسيا ب 26 اذار بيلتقي بالرئيس بوتين. نعم. ورح يحطها على السكة السليمة. في أربع أسباب مخلي المجتمع الدولي ضد عودة النازحين السوريين. في سببين حكي عنهم الرئيس بشار الأسد بشكل كتير واضح بلقائه الأخير مع المنتخبين في الإدارة المحلية. نعم. اللي هن الضغط السياسي والاستثمار فيهم، وكشف معلومة الرئيس الأسد أنا ما كنت بعرفها وبعتقد أنت وكتار من الصحفيين، أنه تحضرت المخيمات قبل الحرب. يعني بلشت بـ 2011. بال2009 الشباب عم يعملوا مخيمات، عم بجهزوا ليجوا النازحين عليها. اثنين، حكي عن الفساد، ونحن معك قدمنا اخبار بموضوع الفساد بالجمعيه. صحيح. في سببين اخرين هول برايي انا. السبب الاول انه ما بدهم الافراد الجيش العربي السوري يلتحقوا بالجيش، لانه اليوم اذا عم نحكي عن 1,800,000 يعني فيهم 200,000 بعمر التجنيد. انت عم تتخيل 200,000 بالجيش العربي السوري، وقدم من الاردن وقدم من تركيا، يعني جيش من نص مليون. نعم. في نص مليون ما رح يخلوني يلتحقوا بالجيش العربي السوري، وقالوا بيقولوا لك اني ضد الارهاب وضد داعش والنصرة. كل التصريحات، ما شو بيقول المثل، خذ سرارهم من صغارهم من صغارهم، كل صغارهم بلبنان شو بيخبروك؟ الغاء الخدمه الالزاميه. دخلك بدي اسالك سؤال، في شاب سوري له 7-8 سنين عم بيقاتل، وفي شاب قاعد ببيروت عم بيشتغل ويتر بمطعم، بجوز من الله هذا اللي قاعد ويتر بالمطعم وصحتين على قلبه جمع فلوس ويطلع لفوق المعفي من الخدمة الإلزامية لأنه كان نازح وهداك عم بيقاتل؟ لا. نعم. يعني ظلم في السوية عدل في الرعية، ما بيصير واحد بيقاتل والتاني بينعفق لأنه هرب. خي هربت لظروفك على راسه، الإنسان بخاف على حاله، بس بنعفق أنت لازم تخدم زيادة. صحيح. يعني لازم تخدم، إذا هداك سنة أنت لازم تخدم سنتين. نعم. أربعة وآخر شيء، إعادة الإعمار. اليوم سوريا لأول مرة المستثمرين السوريين عم بياخذوا أذونات من رئاسة الحكومة ليجيبوا عمال أجانب. من أمتى بتسمع بسوريا بحاجة لعمال أجانب؟ صحيح. لأنه الإيد العاملة كلها برا. نعم. كل هالأسباب مخلي المجتمع الدولي ما يرجع النازحين السوريين. أنا عبر الأو تي في بدي أقول، وهذا
تقديري الشخصي، وكتبته بموقع الميادين دوت نت وراح ارجع اعيده مع حضرتك. في حل واحد ليرجعوا النازحين السوريين، يلي هو عملنا تجربه اسمها وزاره المهاجرين. بيجي المهجر بتعطيه 7000 دولار وبتقول له الله معك، صح؟ صح. بيروح بيستاجر سنه اثنين ثلاثه بياسس حياته. بدك تيجي عند كل عائله سوريه بتقول لها هي 10 هي 7 هي 5 اللي هن، تفضل خذهم والله معك على سوريا. المجتمع الدولي عم بخبرنا انه عم بحط مليار ونص بالسنه، ما عم نشوفهم. هول مليار ونص الحمد لله عنا وزير نازحين، لا هو بيسرق ولا مرته بتسرق ولا مرجعيته السياسيه بتسرق. نعم. فيه ائتمن على الملف، بتقول له لصالح الغريب تفضل هيدا الصندوق موجود، مع تدقيق لانه بعدنا عم نحكي عمليه الدوله، وخلينا نعمل اليه نعطيه تعويضه ويرجع. انا بتحداك يا رواد ظاهر على الهواء، اذا هلا بتعطي سياده اللواء عباس ابراهيم ومعالي الوزير صالح الغريب مليار دولار، اذا ما بيردوا مليون نازح سوري. هلا وقف على المصنع قال له هي 10000 وفوت على سوريا، اول واحد اياه بفل الاثنين ياخذوا منه صوره بفل معهم وانا وياك بفل معهم 10000 دولار بيروح ما تاخذني من الكلمه، بيته بده ترميم بيرممه، بده عمار بيعمره، بيشتري سياره صغيره، بيفتح له مصلحه صغيره، صح؟ بس هالقد. طيب قبل ما ننهي لانه وقتنا طحشنا عليه حتى تم نتاخر على الاخبار، بدي اروح للنتائج على السؤال كان على السوشيال ميديا، من اقنعكم اكثر بكلامه عن موضوع الفساد؟ على الفيسبوك 10% فؤاد السنيوره، 90% النائب حسن فضل الله، على التويتر نتيجه مختلفه شوي، 22% فؤاد السنيوره وحسن فضل الله 78%. سالم زهران، لا هيك فؤاد السنيوره مش رح يسترجي يروح عند علي ابراهيم، ما رح النتيجة. لا مورا النتيجة مش رح يسترجي. شكرا لك على هيدا، شكرا لك استاذ رواد، يعني موعدنا دسمة بملفاتها. وفعلا ما بقى حدا يقول ليش بتفتحوا ملفات 14 أزار. أول شيء مساقبين 14 أزار حرامية أكثر من 8 أزار. اثنين يشرفوا كل صحفيين وصقور وجهابذة ونواب. أنا ما معي حصاني، أنا زلمة عادي صحفي بحضر ملفاتي، تعرفني. صحيح. جربوا كل جماعة 14 أزار يعملوا من يوم ورايح ديبيت جديد، هن حضروا ملفات إلى علاقة بفساد عند 8 أزار، ونحن نحضر ملفات إلى علاقة بفساد عند 14 أزار، صح؟ صح. وخلي القضاء يحكم بيناتنا، خلي تمام. القضاء يحكم بيناتنا، هذا البلد مش رح يزبط ليزبط فيه الجسم القضائي وياخذ كل الصلاحيات. صحيح. شكرا. شكرا لك سالم زهران، شكرا للمشاهدين على المتابعه، على امل اللقاء الاحد المقبل مساء من هلا الوقت، تبقوا بخير.